كل سنة وحضراتكم طيبين وإتمام الصيام بخير لإخواتنا المسيحيين والإسراء والمعراج. كل سنة والأمة الإسلامية بخير. الحقيقة المحاضرة اللي فاتت كان الدكتور أحمد ساري قاعد وحاضر المذبحة، اشتغلنا يمكن حوالي أكتر من 3 ساعات ونص على تاريخ مصر الرومانية. كان حضرتك كنت موجود معانا، كانت محاضرة طولت قوي، وكنا خارجين على إن إحنا هنشتغل على المعابد. الحقيقه لما اتكلمت مع الحاج احمد نور قال لي طب ما نعمل حاجه، ما نكمل ناخد الفتره البيزنطيه عشان يبقى قفلنا المرحله. والحقيقه هو له كان اقتراح عبقري، اعتقد هو مش عارف عندكم علم ولا، ان يوم 10 اللي جاي المحاضره اللي جايه هيبقى الدكتور احمد غباشي هيعمل مصر حديث ومعاصر، ويبقى الدكتور جمال كان عامل اسلامي، يبقى كده احنا قفلنا حلقه التاريخ. لما نيجي نشتغل زي زميلنا مثلا الدكتور عبد الرحمن يجي يقدر يعمل لنا حاجه في المعابد البطلميه او النصوص المصريه او اي حاجه، هيبقى احنا ماشيين بس البيز معانا. طيب لما جيت انا ممكن دكتور احمد ممكن اقلل الاضاءه، لما جيت افكر ازاي هاخد المحاضره دي، لقيت ان كل اللي بيشتغل عليها بيتكلم على الكنيسة حصل ايه؟ الاضطهاد للمسيحيين. جميل، لكن وانا بشتغل كتور جايد انا مش محتاج ده. انا محتاج اتكلم مصر والدولة. ايه العلاقة اللي كانت ماشية؟ وكتير هنا مش هتلاقوني، حتى لسه بضحك مع الدكتور احمد، بقول له الدكتور ايفان هيبقى مبسوط مني، لان النهاردة مش هجيب سيرة حاجتين يا استاذ ياسر، لا الزمالك ولا الكنيسة. فقال لي كده 100 100 الدكتور ايفان يجي وهو مبسوط. بداية تعالوا نشوف المسيحية دخلت مصر ازاي. القصة كلنا عارفينها، مرقس الرسول وصل ميناء الاسكندرية، هناك رجله اتكعبلت وهو ماشي في الشارع، راح لإنيانوس الاسكافي، حلل يا مقدس إنيانوس، يا عم إنيانوس افندي انا مش عايزة تبقى سلايد شو. نعم، لا هقول لك ليه، لان انا بنقل وممكن اقف على شريحه ممكن تنقل اوتوماتيك ده اللي. لا يا حبيبي على راس. في اللحظة دي إنيانوس انت منين يا سيدنا؟ قال له انا من الحتة الفلانية، وبدأ يحكي له على السيد المسيح والمعجزات بتاعته. قال له احنا سمعنا عن الكلام ده، والرومان كانوا قارفنا، خاصة ان كان الرومان كان متعاطف معهم اليهود وعلاقة زي الطين. فقال لمرقص ما تجيلي البيت بالليل يا حاج مرقص وتحكي لي على المسيح، على الكلام بتاع الرجل. جه مرقص عند إنيانوس وبدأ يكلمه. المحاضرة هتكون متاحة لحضراتكم كلكم كالمعتاد، ممكن تاخدوها على الفلاشة بعد المحاضرة يعني. أطلع بركاته، أهلا وسهلا. اللي يجي متأخر بعد كده يدفع 5 جنيه. ده حضرتك عامل إيه؟ 5 جنيه للدكتور. نعم؟ أنا لا ما صدقك. الدكتور اللي يدفع 5 جنيه. فإنيانوس بدأ يتلقى منه، ومن هنا بدأت المسيحية تدخل للشرق من اسكندرية. وعلشان كده حتى بنتندر دايما ان البابا توادروس لغاية النهاردة نقول بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اللي هي كرازة مرقس الرسول. النقطة التانية اللي كانت مهمة جدا عندي وبصلح بيها كتير من اللي بيقولوا اليهود، كلمة مسيحي يعني ايه؟ والسيد المسيح عليه السلام لما جه لم يأتي بدين جديد، هو جه لإصلاح ما فسد من اليهود. علشان كده لما دخلت على قواميس اللغة، وكان يهمني هنا قواميس اللغة العربية، لأن بعض المفسرين اللي بينقلوا عن حكماء بني صهيون فسروا كلمة المسيح إنها لما بدأ استعمالها بعد رفع المسيح أو بعد المسيح على الصليب كان ليها معنى، مش هذكره خالص. لكن لما دخلت قلت أشوف طب مسيحي يعني إيه، قال لك معناها قواميس اللغة العربية كلها المنتمي إلى السيد المسيح. طب من هو المسيح؟ هو ملك اليهود الذي يمسح بالزيوت، يعني الزيوت اللي بيدهن بيها. وعلشان كده الجمع بتاعها مسحة أو مسحاء، مش مسيحيين، مسيحيين دي بتاعتنا، لكن المسحة جاية من المسحاء اللي هي بتوضع على الجسد، الممسوح بمثل الدهن والبركة ليكون ملك. يا أستاذ أشرف إزي حضرتك؟ ليكون ملك أو نبي. وهنا من عادة العرب بيقولوا على الوش الجميل الوجه ده مسيح، يعني وجه جميل مش مليح. نعم؟ تحت امرك. هي نوع من الزيوت المباركه كانت بتستخدم عند اليهود، وهي من عاداتهم للملك يتوج بيها كانه بيدهن بشيء معين.
بص تمام حضرتك هنا احنا اشتغلنا مع بعض حضرتك محاضرات كتير جدا كل الكلام ده هتلاقيه موجود على قواميس اللغه لما ترجع للقصص بتاع اليهود لما رفضوا وترجع لشرائعهم هتعرف ان دايما الملك بتاعهم يدهن ويوضع عليه او الحاخام الاكبر دايما ما يستخدم زيوت مقدسه لوضع الشخص الاعلى دايما ما يتبارك بها تمام هنا اول الحاجه الغريبه ان المسيحيه او كلمه مسيحيه اتكتبت في الكتاب المقدس يا عم ياسر ثلاث مرات مرتين مع بطرس ومره في اعمال الرسل واتذكرت واول نص مكتوب عن كلمه مسيحي كتبه القديس تاسيتس في نهايه القرن الاول اول مره يقول لي كلمه مسيحي يا استاذ وصفي قبل كده ما بتكلمش خالص على المصطلح ده طيب قصاد كده عندي كلمه بيزنطي بيزنطي لازم افرق ما بين الحاجات دي الاول لما باجي اقول بيزنطي او بيزنطيك سيفيلايزيشن يعني ايه الحضاره البيزنطيه ويعني احنا بنعرف ان لما جالي الامبراطور دقلديانوس اسف الامبراطور قسطنطين ومش قسطنطين 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 لما جه وده اتولد 272 ميلاديا وقرر انه يطلع بمدينه جديده جنب روما وحب انه يسمي المدينه دي روما الجديده عمل ايه اتجه نحو خليج البسفور ولقى تل يوناني التل اسمه تل بيزنطوس على التل ده بنى المدينه بتاعته واصبحت هي الحاضره الاكبر علشان كده لما باجي اشتغل على العصر البيزنطي اللي انا هتكلم عليه النهارده لاحظت قلت ايه حتى عمرو بن العاص لان نهايه العصر البيزنطي 1453 بدخول العثمانيين 641 ل 646 اللي هي مرحله الحكم الاسلامي ودخول المسلمين زي ما هنتكلم عليه النهارده دي مرحله بتنهي في مصر ما بتنهيش المرحله البيزنطيه على مستوى العالم علشان كده بيجي النهارده يا دكتور احمد يقول لك ان العصر البيزنطي ممكن اقسمه لحاجتين بيزنطي مصري وبيزنطي في الغرب البيزنطي المصري ينتهي بعمرو بن العاص والبيزنطي الغربي ينتهي بدخول الدوله العثمانيه الى اوروبا طيب هنا بتكلم دايما لما بنقعد مع بعض الاسم الكريم مينا انت عايشه من انت دايما لما بنيجي بنبقى واقفين على حاجه معينه ونكلم حد من اهلنا المسيحيين اول كلمه يقول لك الاضطهاد مع دقلديانوس لا دقلديانوس هو نهايه الاضطهادات العشره نهايه الاضطهادات بص الكنيسه بتعرف ايه الاضطهادات العشره الاضطهادات مرت امتى تعالوا نمشي مع بعض اول واحد دوميتيان دوميتيان نعلم انه بعد نيرون اولنا نيرون عذب المسيحيين في روما بالمناسبه نيرون ما جاش ناحيه المصريين خالص لكن ايام نيرون غالبا في نهايه حكمه غالبا سمع قوي اللي هو عمله في روما وادى الى استشهاد مرقس الرسول في مصر بعد نيرون دوميتيان كانت المسيحية في روما وصلت لمرحلة كبيرة من القوة لدرجة انه اضطر يقابلهم بيها دكتور عبد الرحمن الاول كانت ايزيس موجودة في روما كويسة قوي هو دخل ما هو اقوى من ايزيس دخل بتاح دخل آلهة مصرية عشان يفرض الوثنية بكل اشكالها وبدأ يعذبهم تراجان ده كانت مصيبته سودة مراته كانت يهودية كره المسيحيين تماما لدرجة انه كان اي مشكلة تحصل في اسكندرية تقول له اليهود مش غلطانين فبدأ من هنا مرحلة ثالثة ماركوس أوريليوس كان في تعذيب في روما ولما بعد في ثورة الرعاة اللي حصلت 163 ميلاديا عشان يوقف ثورة الرعاة كانت القصة وقفت ازاي من خلال اضطهاده لمجموعة من المسيحيين الرعاة اللي كانوا في الدلتا سبتيميوس فيروس بالنسبة لي بيمثل مرحلة من أقصى المراحل الاضطهاد للمسيحية ليه؟ مش اضطهاد ما جبتش مينا وضربته لا انا عملت ما هو اوحش جه سبتيميوس فيروس وكان اصلا من قرطاج شكرا يا ابراهيم تسلم ايدك حبيبي ربنا يخليك يا ابراهيم وكان اصلا من قرطاج لا انا بطمن على الصلاة عمل ايه؟ عمل الاتي عمل مجالس تشريعية للمصريين قال مفيش مجالس تشريع عشان كده حتى المجلس التشريعي بتاع اسكندريه البوليتاريون لما بنرجع نشتغل عليه نقول ان المنطقه بتاعت كوم الدكه قد تكون بوليتاريون من ايام سبتيميوس فيروس. اتنين عمل ايه؟ لقى ان الادارات في مصر متبعتره عمل حاجه لطيفه يا استاذ
راح جاب قال لك لو سمحتوا كل واحد كل اول سنه يا هدير يكتب لي انه يتبع ملة الامبراطور ولا يخالفها. طيب مش هكتب كده، انا مين؟ مش هكتب، انا مسيحي، هتعدم. فبدانا بعضنا يكتب ان هو مش مسيحي وهو بيخبي عشان ما يموتش. اول مجمع ديني اللي هو مجمع نيقيا 325، عارفين عمل ايه؟ بدعه اريوس و، وكان من ضمن بنود المجمع يا استاذ ياسر انه بيقول ما هو مصير، ما هو مصير من رفض اعلان مسيحيته. شوف انا بتكلم في 100، الراجل ده من 192 ل 205، بتكلم في حوالي سنه 196 197 و325، يعني حوالي 150 سنه لازالت الفكره. وهنا خلي بالك زي ما بنقول ان التعذيب يا استاذ اشرف او القسوه النفسيه احيانا بتكون اعنف واسوأ من انك تضرب. انت اسهل حاجه انك تضرب، لكن اصعب حاجه انك تعذبني نفسيا. بعديها ماكسيمين وديكيوس القوطي، مرحله ما بعد كاراكالا والاختلافات الكبيره في روما اللي جد عدد من الاباطره، حصل صدام قوي جدا مع المسيحيين. جالينيوس اوريليان 272 اللي بننسب اليه ربما الحريق الكامل لمكتبه اسكندريه مع ثوره المسيحيين في الاسكندريه بعد طرد زينوبيا وحرق المكتبه مع البروخيون اللي هو الحي الملكي بالكامل. ثم دقلديانوس، لو بصيتوا هنا دقلديانوس هتكلم عليه بالتفصيل، لكن عاوز دايما لما بنبدا احنا كل اللي في دماغنا وماشيين بيه ان دقلديانوس والكنيسه 451 ميلاديا يا دكتور عبد الرحمن بعد مجمع خلق دنيا اعتبرت ان 284 وهو بدايه حكم دقلديانوس هو بدايه عام الشهداء وهو بدايه تقويمها بتاع الكنيسه. ليه؟ لان عارف مش انا اسف في المثال بس نقول عكسه، مش هتبقى ختامه مسك، ختامه زفت، كان هو ختام العشره. وهو على فكره ما بداش يعذب المسيحيين من 284، هو عمل حاجتين وحولهم لك كله بالمراسيم، ومراسيم ترتبط كمان بمراسيم الكنيسه. تمام؟ هنا المحاضره دي من وقت ما وقفنا اخر محاضره بتاعت العصر الروماني لغايه امبارح المحاضره بتوثق، محاضره موثقه، يعني كل كلمه فيها مصادر الكنيسه، مصادر الدوله الرومانيه كامله. تمام؟ ما تخضش. مين انا حاسس انه قاعد ايه؟ يعني طيب اهو نيرون، بص هنا بقى انا شرحتهم لك، برجع هنا اوريهم لك عشان ما تنساهمش. نيرون طرد المسيحيين من روما، تراجان مراته يهوديه، سبتيميوس فيروس المرسوم انقسم المسيحيين، احد بنود مجمع نيقيا اللي هو المنكرين ايامهم، دوكيوس القوطي عذب المسيحيين بل انه اصعب من دقلديانوس، اوريليان اصطدم الامبراطور بطموح المسيحيه ومحبتها لزينوبيا ملك التدمر اللي كانت جت مصر والمصير رحبوا بيها، انتهى الامر بثوره وحرق المسيحيين في البروكيون اللي هو الحي الملك. دقلديانوس شاب فقير على فكره، هو اختار اسم دقلديانوس لما تولى الحكم، لكن هو اسمه ايه؟ دياكليزيوس يعني عطيه زيوس، عطيه او هبه زيوس او الهبه اللي جات لي من زيوس. عمل ايه؟ قسم الامبراطوريه عنده، والامبراطوريه بالنسبه له الاكل والشرب والغنى هي مصر. قسم دي عندي ليه؟ قال ايجيبتوس هيراكليا، شرق الدلتا سماه ايجيبتوس هيراكليا، غرب الدلتا سماه ايجيبتوس جوفيا، وعمل طيبه وعين في الاقاليم دي واحد اسمه برايسس، لكن اسكندريه تحديدا اللي يقعد فيها الحاكم اللي هو البريفكت او حاكم مصر اللي هو الوالي الكبير على كل مصر. ده اول حاجه هو فكر ليها. الحاجه الثانيه فكر يا استاذ اشرف انه هو مواليد 245 من ابوين فقيرين، انضم لطبقه الفرسان، وصل لطبقه قائد فرسان في ولايه ميسيا، وبعدين اصبح قائد قوات الحرس الامبراطوري في الحروب ضد الفرس، دخل في حرب ضدهم، وبعد موت الامبراطور نورياس 283 قالوا له انت اقدر واحد تتولى العرش. ابتدى دقلديان زي ما قلت لكم ديوكليز يعني المبجل من زيوس، دقلديانوس خد لنفسه تاج، التاج بتاعه مختلف، كان عباره عن حاجة زي العصبة الراس كده عريضة ومترصعة باللولي، حتى الصور بتاعته لما نشوفها بنلاقيها دايما، كان دايما
علشان تروح القصر بتاع دقلديان، هو اب فقير وكان الاصل بتاعه يحكم شويه، اصله كان حاجة. عشان كده يقول لك المؤرخين انك لو عاوز تدخل لدقلديانوس كان لازم تمر على صفين من الحجاب والخصيان وامناء القصر وترقعوا ويقبلوا طرف الثياب بتاعه قدامه. هو كان شخص نرجسي لدرجة كبيرة، وحوريكم جملة قالها على الكرومب دلوقتي. هنا دقلديانوس قسم مصر، وأول حاجة قال إن لما جه دكتور عبد الرحمن في الكتاب بتاعك بتقول إن تيبيريوس عمل للمصريين عملة خاصة بيهم سماها التترا دراخمة، الأربعة دراخمة، علشان مصر تشتغل بيها للتجارة. أول ما جه دقلديانوس قال لك إيه؟ قال لك لأ، إلغي العملة الخاصة بمصر، وحط العملة نظام موحد على مستوى روما. بالمناسبة النظام ده خلونا نكون محايدين، هو من ناحية العقلية الاقتصادية كان شخص اقتصادي قوي، وحوريكم ان النظام الاقتصادي اللي حطه روما يا استاذ ياسر استمر ل 1453، لكن بالنسبة لمصر كان الوضع مختلف. هنشوف عمل ايه. بدل احوال الاشراف، خلى الموظفين المراتب بتاعتهم، وابتدى يدي وظائف كتيرة، وقسم بقى الامبراطورية. قسم الامبراطورية كام؟ 96 ولاية على مستوى العالم، 92 ابراشيا واربع مقاطع. الابراشيا هي ولاية كبيرة او مقاطعة كبيرة. طيب لكل قسم حط له اتنين، واحد مدني وواحد عسكري، والدولة حكومة مركزية في روما ومتقسمة، واحد مدني وواحد عسكري. المدني قال للعسكري يقوم او العكس. بشكل سريع جدا ابتدى هو يشتغل عليه. ابتدى هنا يدخل على الحروب، القوات اللي حواليه كانت قوة الفرس، جاليريوس نزل هزم الفرس، ابتدى يتحرك عليهم وابتدى يعمل جيل قوي جدا. وجد مجموعة من المشكلات زي المشكلة الدينية في مصر، ودي هي الحاجة المهمة عندي هنا، دي كلها بتاعته. لكن ابتدى يعمل لي سنة 301 قانون اسمه قانون الأثمان، حدد ثمن كل سلعة، وابتدى للسلع. القرار ده البضايع ابتدى التجار يعملوا ايه؟ يشيلوا البضاعة من السوق، حتى بقينا بنسمع عن كلمة قلت فيه السلع، اصبح التاجر بيشيل. طيب التجربة اخفقت بعد كده وما نجحتش، لكن انا كل ده يهمني ان هو انهى حكمه سنة 305 وبعد، وحصلت مشاكل. هنا الجملة الشهيرة ماكسيمانيوس زي أستاذ شريف الله يخليك، قال له يا أستاذ ياسر ما ترجع الحكم بعد الخلافات اللي حصلت بعد ما سبت الحكم. رد قال له لو نزلت جنينة القصر بتاعي وشفت الكرنب اللي أنا زرعه هتسيب كل حاجة. جملة كانت غريبة قوي من واحد، ولكن بعديها بنعلم إن ما فعله وصل بيه لحالة الموت. مشكلة دقلديانوس هي اللي تهمني. إذا كعقلية اقتصادية أنا عديت عليها، عقلية اقتصادية محترمة، حط بنود وحط قواعد وحط أسس، أنا محيك فن وحط قواعد وحط أسس أقدر أشتغل عليه. أمال الخلاف كان إيه؟ كان هنا. اتسامح مع المسيحيين في البداية بالمناسبة عشان يصلح اقتصاديا، لكن من 302 ل 305 خبطنا. الخبط جه منين يا دكتور عبد الرحمن؟ ابتدى يطلع مجموعة من المراسيم تحث على اضطهاد المسيحيين، زي حرق الأناجيل، منع المسيحيين من التجمع، مفيش أي صلاة، مفيش حد يدخل. سيادة الأستاذ هركوب يا أسامة ونيمة، ازيك يا حبيبي؟ الله خلينا أخلي أسئلة في الآخر، ولي رجاء المحاضرة موثقة وليس لها علاقة بالدين خالص. المحاضرة ليست محاضرة دينية، هي محاضرة تاريخية موثقة وفقا للتاريخ، وأنا أكن كل الاحترام والتقدير والمعزة، وأنا أقول دايما على نفسي أني مسلم أرثوذكس، بس عشان تبقى الصورة واضحة ولا يفهم أن الكلام أنت كل شوية إيه الكنيسة ما قالتش. أنا قلت في بداية المحاضرة لن أتعرض لأحكام الكنيسة في شيء، لأن لست أهل كده ولست متخصص في كده. أنا بتكلم على فترة تاريخية وليست فترة دينية. حد معانا مسيحي تاني؟ طيب غير أسامة.
لا انا اصل مينا كل شويه عمال يعمل لي كده، فانا شكلي هروح ابدو بنيه في عينه واطير المحاضره دي. تمام. طيب